حقيقة اليوم هو لقائنا ثمار جهد 4 سنوات مستمرة مع شباب قضاء سامراء ومع النخب الشبابية. ارتعينا في نهاية المطاف أن يكون لهم اسم وعنوان وتجمع كبير يضم فئات كبيرة وكثيرة من شباب القضاء. حقيقة موضوع الشباب اليوم هو ظاهرة غير طبيعية أثمرت هذه الأيام، وهي الالتفاف والاصطفاف الواضح مع الأستاذ عمار يوسف لما تركه من أثر كبير وبصمة كبيرة لواقع الشباب وتحديدا ملف الرياضة والشباب في قضاء سامراء، لا سيما أنه المشاريع الكثيرة التي تركها خلال 4 سنوات الماضية التي كانت فيها رئاسة المجلس لحضرته من خلال الملاعب الرياضية والمؤسسات الرياضية والمؤسسات الشبابية التي كان يرعاها. لذلك اليوم جاء الوقت لقطف الثمار والاستفاف الواضح من هذه الفئة المهمة في المجتمع مع الأخ عمار، وهذا نابع أيضا من الحظوة الكبيرة التي يحظى بها في لدى هذه الفئة. هذا لم يأتي من فراغ، هذا نتيجة الجهد الكبير الذي بذل خلال 4 سنوات الماضية التي قضاها في مجلس المحافظة والسنتين الأخيرتين التي قضاها في رئاسة المجلس، حيث كانت له بصمة كبيرة وأثر كبير في جميع الملفات، ليس لملف واحد، بالإضافة إلى السمة البارزة للأخ عمار، وهي سمة القيادة التي يتمتع بها، وهذه الصفة ربما لم تكن موجودة في معظم الأخوة المرشحين. أستاذ عمار كداعم للشباب، الشباب كلها ملتفة حول أستاذ عمار لأن عنده إمكانية وطموح جبارة لرفع معنويات الشباب للنهوض بقطاع الشباب من الرياضة والأعمال، وخصوصا يعني هسه معتمدين اعتماد كلي على الشباب. أستاذ عمار رجل المرحلة، سيعطي دور كامل للشباب. اليوم شباب محافظة صلاح الدين بصورة عامة وسامراء بصورة خاصة ملتفين حول الأستاذ عمار يوسف بسبب السيط، وهو أن الأستاذ عمار يوسف لديه برنامج متكامل لرعاية هذا القطاع المهم من المجتمع العراقي. بالتأكيد اليوم عمار يوسف هو رجل المرحلة القادمة، لأنه سابقا له منجزات على ارض الواقع على مستوى المجالات، سواء في قطاع التربيه او قطاع الرياضه او البنى التحتيه والخدمات العامه. اليوم النخبه الشبابيه في سامراء ابدوا استعدادهم الكبير للوقوف مع الاستاذ عمار يوسف، لانهم شافوا من كان هو بالدوره السابقه وفر لهم جميع شروط جميع متطلباتهم، ووفر لهم جميع وسائل الترفيه والراحة وتعيينات، وبهاي المرحلة عاهدوا مثل ما عاهدوا بالسابق أنه يكونون مع إيد وحدة، وشافوا الإنجازات وشافوا العمل وياه واختاروا الشخص المناسب. والله هي الحج عمار يوسف يعني احنا إن شاء الله نأمل به خير، وإن شاء الله راح يغير نحو الأحسن ونحو الأفضل. مدينة سامرة راح تدرح، وخاصة أن سامرة هي عاصمة الحضارة الإسلامية، وإن شاء الله راح بجهود الأستاذ عمار راح إن شاء الله تتطور من أحسن إلى أحسن، خاصة بهاي الدورة مثل ما تعرف حضرتك الدورة السابقة، يعني مدينة سامرة وأطرافها والنواحي مهمشة بالكامل، وسوء التمثيل بالمحافظة أدى إلى هذا الواقع المزري في مدينة سامرة.